ادتك بقى دافع قوي جدا جدا منتخب جدا. منتخب مصر عمل عقده لدروجبا. ده مش عقده، ده هو بيكره مصر جدا. بس على فكره هقول لك على حاجه بمناسبه الكلمه دي. على الرغم انه احنا عملنا عقده لكوت ديفوار، احنا كنا سبب كمنتخب مصر في 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 ان كان في حرب اهليه في كوت ديفوار، احنا السبب في الغائها او 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 تكاتف انشاء السلام في كوت ديفوار. هتقولي لي ازاي احنا مالنا ام الموضوع ده؟ احنا في اخر ماتش في التصفيات دي كان عندنا الكاميرون في الكاميرون، وكوت ديفوار كان عندها السودان في السودان. لو الكاميرون كسبتك توصل كاس عالم، وكان ساعتها في حرب اهليه في كوت ديفوار، حرب بين المسلمين والمسيحيين اعتقد او حاجه زي كده، حرب يعني طائفيه، وكانت مشكله كبيره جدا جدا. وفوز كوت ديفوار على فوز وصول كوت ديفوار في لكاس العالم في الماتش ده في البطوله دي، وتعادلنا احنا مع الكاميرون وعدم صعود الكاميرون وصعود كوت ديفوار، جمعوا الاثنين حبيب كولتوري ودروجبا، عملوا رساله للشعب الكوت ديفواري كله، وبسبب الرساله دي وبسبب الصعود كوت ديفوار اتحلت المشكله ورجعوا في سلام وبقت الامور سهله جدا. فهو على الرغم ان هو بيحبش فعلا منتخب مصر، لان احنا خدنا منه بطولات مهمه جدا، كسبناه في قبل نهائي 2008 وكسبناه هنا في نهائي 2006، وكنا على طول ليدنج عليهم، انما كنا سبب في السلام بينهم وبين بعض. ما هي الرياضه دايما القوه الناعمه في الحقيقه، بتقدر توصل بيها رسائل بسهوله للعالم كله.